يفكر أبو عمار بترك مهنة بيع وشواء الأسماك التي يكسب لقمة عيشه منها منذ سنوات بسبب ارتفاع سعر كيلوغرام السمك لأكثر من 10,000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 دينار. يقول أبو عمار وغيره من العاملين في قطاع الثروة السمكية أن ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والتضييق على أصحاب الأحواض السمكية الطينية من قبل الجهات الحكومية أضر بتجارتهم. العلف غالي ما السمك، وترجع واحدة والثانية الحكومة ما تشوف النحل، يعني هي هذا حل ما تجي وزارة ما الموارد المائية تفلش الأحواض ها على مدة صعد منسوب مياه زين، هو أبو الأحواض شو يسوي بالمي؟ هو مي طب من ناية يطلع من ناية، نضطر نروح أما على دجلة والفرات، يعني حتى وصلنا للفلوجة نجيب سمك والطارمية بالحاتمية، ما نخلي مكان بعيد يعني، وهذا كله دا يصير علينا تعب ودا يصير مصرف زايد. مواطنون من مدينة بعقوبة أعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم بشكل عام وحرمان ذوي الدخل المحدود من تناول أهم وجبة اعتادوا عليها، مطالبين الحكومة بدعم أسعار اللحوم. شنو قبل نأخذه بأربعة أو 3.5، يعني إنسان بسيط يقدر يأخذه ويأكل، هسه يعني بسرعة عامة صار ب10,000 دينار، صعبة يعني كلش صعبة، يعني إذا تأخذ أصغر شيء تطلع لها كيلو يعني ب20,000. دائرة الموارد المائية في ديالى تقول أنها ماضية بقرار ردم بحيرات الأسماك غير المجازة لما لها من تأثير على استهلاك المياه بدون وجه حق، داعية مربي الأسماك إلى الشروع باستخدام الطرق الحديثة في تربية الأسماك الأقل استهلاكا للمياه والأوفر إنتاجا. استهلاكات المياه اللي تستهلك هاي البحيرات هي تجاوز وبدون موافقات رسمية من دائرة الري ودائرة الزراعة. اليوم احنا نعاني من شحة مائية مثل ما ذكرت، وهذه هي أخذ حقوق الغير من الحصص المائية اللي هي مخصصة لأراضي زراعية ومخصصة لأراضي بساتين ومياه شرب. وما زاد من أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في ديالى هو الجفاف وتحول المسطحات المائية إلى صحراء، فضلا عن منع القوات الأمنية الصيادين من ممارسة أنشطتهم في بحيرة حمرين منذ شهور بسبب حوادث استهدافهم من قبل الخلايا الإرهابية أثناء مواسم الصيد. ويجد المواطنون صعوبة بالغة في اقتناء اللحوم البيضاء بعد ارتفاع أسعارها للضعفين، ويطالب تجار الثروة الحيوانية بفتح الحدود أمام المستورد لحين انتهاء الأزمة. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.